أكون أشتاق للصبح ضياء فجمال الشمس يأتيني مساء فجمال الشمس يأتيني مساء يطرق الباب ويعطيني الوعاء قائلا يا شيخ أرجوك الدعاء قائلا يا شيخ أرجوك الدعاء وداعا يا علي وداعا يا علي وداعا يا ثلاث مرات اصرخ وداعا صاح طفل وإمامي من منام صاح طفل وإمامي ها هنا كان أبو اليتم أمامي ها هنا كان أبو اليتم أي ماسحا رأسي ويؤتيني طعامي ليتني مت ولم يقطع منامي ليتني مت ولم يقطع منامي وداعا يا علي وداعا وداعا يا علي وداعا ما شاء الله وداعا وداعا يا ضاق صدر البيت من دون قراري خادم أمير المؤمنين الشاعر علي عسيل العاملي ضاق صدر البيت من دون قراري باكيا فقد أبا الصبطين جاري كم أتاني في مساء ونهاري سائلا عني وعن حال صغاري سائلا عني وعن حال صغاري وداعا يا علي وداعا بعد والله عندك أعلى وداعا يا علي وداعا إيه؟ وداعا وداعا عفية ضاق صدر البيت من دون قراري باكيا فقد أبا الصبطين جاري باكيا فقد أبا الصبطين جاري كم أتاني في مساء ونهاري سائلا عني وعن حال الصغاري سائلا عني وعن حال جاوبني لولا وداعا وداعا يا عفيه 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 ودع ودع امامك هاي الليله وداعا وداعا يا
جاءه يسعى بأضلاع حنية فيه آثار صياط حبترية جاءه يسعى بأضلاع حنية فيه آثار صياط حبترية غاب عن عينيه والعين جرية من تراه إنه قبر الزكية من تراه إنه قبر الزكية ودنا الغمد إلى السيف وقال لم يعد كشف غراريك حلالا في الوغى قد كنت عزا ومثالا بعد هذا اليوم أصبحت خيالا بعد هذا اليوم أصبح وداعا يا علي وداعا يا ما شاء الله ما شاء الله وداعا يا علي ما شاء الله وداعا يا علي ما شاء الله وداعا يا وداعا أكثر الباكين محراب الخشوع قام ينعى نفسه قبل الطلوع قام ينعى نفسه قبل الطلوع خط فوق الأرض سطرا بالدموع احفروا قبري إلى جنب الركوع احفروا قبري إلى جنب الركوع وداعا يا علي وداعا يا ما شاء الله 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 وداعا تسلم 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 الأصوات وداعا يا علي مدخور لك إن شاء الله في الحشر يرفع يدك علي بن أبي طالب إن شاء الله وداعا